أمادو الصماكي أن يفعل، هل يفعل مع بداية هذا المقابلة؟ هدف في حدود الدقة 14، سيعطي أكيد مساق وسيعطي رتم لهذا المقابلة ويعطي تشويق للدقائق المقبلة في هذه الجولة الأولى والجولة الثانية. أمادو الصماكي، صماكي الصماكي. أول الغيث للكوكب المراكشي في مباراة الغيث، في مباراة النقاط الثلاثة تعني أشياء كثيرة لكوكبة الكوكب المراكشي، لكل مكونات الكوكب المراكشي وهذا الجماهير التي تسعد بهذا الهدف وترقص من خلال هذا الفرصة التي منحت الهدف الأول لفريق الكوكب المراكشي المسجل. أمادو الصماكي يسجل الهدف الثامن ويسجل ركلة الجزاء الثانية هذا الموسم بعدما كان ضيع ركلة جزاء واحدة من خلال ركلة الجزاء التي اتيحت لهذا اللاعب واجه فريق الكوكب المراكشي. جات طولية خطيرة لفريق الكوكب المراكشي، فر منطقة يتوغل ينتظر الدعم والمساندة، الفرصة المراكشية ينتظر الدعم، هذه فرصة يتوغل، يعني كان بإمكان أمادو الصماكي يلعب في اتجاه رضا الزهراوي الزرزوري واللي دخل قبل حدث هو التغيير اضطراري. ماذا هذه كرة، فرصة مراكشية، أمادو الصماكي تسديدة مرة أولى وثانية. يا سميت دفاع النهضة البركانية والكوكب، هل يستغل الفرص؟ هذه فرصة أخرى مشيت بعيدة في اتجاه من لكريم الهاني، كريم يتمكن من كورته حاضرة في الجهة اليمنى، فرصة البحث عن العرضية أمامية في المنطقة اللي بعد من سمير ودور، دائما مراكشية والتسديدة من تمام بوسام كوليبالي من طرف اللاعب يوسف ضايو في الجهة اليمنى، المحاولة البركانية العرضية، الكنترول بالصدر تأتي تحضير تسديدة. الأيمن يرد كرة تسديدة سديدات أولى النهضة البركانية. رضا الزهراوي سدد بعيدة شربية عن مرمى الحارس أيوب لكرت، كرة قوية نمضوا صماكي لبعاد من حمزة ركراكي، خط على مستوى الإبعاد السدد، كرة مشات صاروخية جانبية عن القائم الأيسر للحارس أيوب لكرت، فرصة كادت شدي كريم الهاني زحلقة من ويدار، ويدار لسلمان ود الحاج يختار كرة طولية كنترول من الخطير لابا كوتش ولابا، لابا ينتظر الدعم والمساندة لعبة تسديدة. طبعا الخطورة من الفريق البركاني يوشي عديد الرسائل، يوشي عديد الرسائل للفريق المراكشي في هذه الجولة الثانية. نتابع التسديدة اللي كانت من ويدار، لعبة فنية ويدار، لعبة فنية ويدار بوجه القدم، حاول يستغل هذه الفرصة بهذا الشكل سمير ويدار، يدخل من يدخل لاعب المادي زايا، شخصيا نتمنى انه لابا كوتش ما يتأثرش. نشوف هذه كرة كثيرة فيها خطورة، هي خطورة فيها عفوا من دفاع الكوكب المراكشي سعد غزول، مشات في المنطقة على تسديد جانبية من طرف اللاعب سمير ويطا. تابع الإعادة الكرة الأخيرة بعد من الدفاع، يعني دفاع فريق الكوكب مراد من سلمان، سلمان 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 سفيان بن روح ينتظر الموقف، يقول من موجود، يقول من موجود، انا حاضر، قبل السد، قبل السد المميز الرائع مع عيونك. الفريق الريفي هو الاخر اللي ضيع هذا الموس دور الاستقبال، يعني تعادل بميدان فريق المولوتية دراسية. كورة لما أقول لكم، أنا ما أقول لكم بأنه البركان البركاني قد ينفجر في أي لحظة، واللي انفجر هو اللاعب اللي تابعناه. شوفوا مع اللاعب اللي تسم بهذا الشكل، بهذا الشكل، بهذا الشكل، وتمكن من تسجيل، من تسجيل أكيد هدف. شوفوا بهذا الشكل، آي 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 آي. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، الخطأ المكلف، الخطأ المكلف ارتكاب